بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم يا ثامن سوف نبدأ بحل تدريبات الأسماء الخمسة. تذكر أن الأسماء الخمسة هي أبو وأخو وحمو وذو وفو. علامة رفعها الواو وعلامة نصبها الألف وعلامة جرها الياء، شرط أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، يعني إلى اسم ظاهر أو ضمير متصل، أو أن وشرط آخر أن تكون مفردة. الاسم ذو يأتي بمعنى صاحب، لا يضاف إلى اسم ظاهر. هذه الأسماء إذا جاءت مفردة غير مضافة أو مضافة إلى ياء المتكلم تعرب بالحركات الضمة والكسرة. وبالفتحة. لاحظ التدريب الأول، سوف نقوم بحل التدريبات. املأ الفراغ بما يناسب مما بين القوسين. ساعد أخاك، أخاك. يا أبا راشد متى رجع؟ رجع حمو، حمو. لأبيك، لأبيك، حرف جر. هنا فراغ يقطر كلاما، فوكا، فوكا. يقطر لأنها مبتدأ مرفوع. استعن بذي، ذي، لأنها فيها قبلها حرف جر. ضع يدك على فيك، فيك، لأن ما قبلها اسم حرف جر. ننتقل إلى التدريب الثاني، ويقول التدريب الثاني عين الأسماء الخمسة. قال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ذو هون نعت مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، انتقام هي مضاف إليه. قال تعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وهو وما هو ببالغه. فاه هنا مفردة وأتت معها ضمير، تأتي هنا مفعول به منصوب لأنها من الأسماء الخمسة، منصوب بالألف. ثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لأخيه. نعم، حرف جر، أخي اسم مجرور بالياء والهاء مضاف إليه. ساعد ساهر أخاه، مفعول به منصوب. أبو العلاء المعري شاعر فيلسوف، أبو مبتدأ مرفوع بالواو. لأبيك عليك واجب، لأبيك. هل عاد أبوك؟ أبوك يا فاعل. احذر فاك، احذر فاك، فاك هنا مفعول به منصوب بالألف. ننتقل إلى السؤال التالي، تدريب ثلاث. لما لا تعد الأسماء الآتية التي تحتها خط من الأسماء الخمسة؟ نلاحظ: تحية إجلال لكل أبن. أبن أول شيء لأنها مفردة، ماشي أوكي مفردة، بس لأنها غير مضافة. طيب يا اثنين، يا منير أخواك نشيطان. هنا أتت ماذا؟ أتت مضافة، بس أتت مالها؟ أتت هنا مثنى، هون أتت غير مضافة، هنا ليست مفردة. نحن ورثنا عن آبائنا، آباءنا هنا جمع لأنها أتت جمع ليست مفردة. حضرت مع أمي وأبي، وأبي هنا جاءت ياء متكلم لأنها مضافة إلى ياء المتكلم. خمسة، أنتما ذوا موهبة عالية، هنا لأنها ليست مفردة أتت مثنى. أكرم ذوك الضيفة، ذوك هنا جمع، أها أتت ليست مفردة. طيب ننتقل إلى التدريب الرابع، ضع الاسم أخوك أو أخيك في المكان المناسب مع التعليل. الأولى نضع أخوك، في البداية نضع أخوك الذي لا ينقض الدهر عهده ولا عند صرف الدهر يزور جانبه. هنا أخوك أتت مبتدأ مرفوع بالواو لأنها من الأسماء الخمسة، والكاف أتت مضاف إليه مجرور اللي هي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. فخذ
من أخيك. لماذا وضعنا أخيك وهنا أخوك؟ هنا أتت في أول الجملة، هنا قبلها حرف جر، تأتي مجرورة بالياء. طيب ننتقل إلى التدريب الخامس، نموذج من الإعراب سوف نقوم بقراءته في حصة الزوم. الآن سوف نقوم بإعراب الجمل الآتية. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد. أبا، هنا أتت خبر كان منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وأحدا مضاف إليه مجرور. كان أبوك، أبوك هنا با اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. جيم، قال إبراهيم تقان متحدثا عن الممرضات: ممر الدواء بفيك حلوا من عذوبة نطقنته نطقنه. بفيك هنا أتت حرف جر واسم مجرور بالياء لأنه جمع، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. كل فتاة بأبيها معجبة. بأبيها، الباء حرف جر، أبيها اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. احترم كل ذي علم نافع. ذي هنا أتت مضاف إلى مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وعلم مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة. إن أخاك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه آخر جملة. أخواك ماهران، أخواك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه أخواك وعلامة إيش؟ وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. تدريب 6، اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه. قرر أبو لؤي مشاركة أبي مؤنس في إنشاء مصنع لتدوير الورق، وقد وظف فيه نخبة من الشباب والشابات. المتحمسين لخدمة وطنهم، ولم تمضي بضع سنوات حتى أصبح المصنع ذا مكانة مرموقة بين المصانع الأخرى. استخرج من النص اسم من الأسماء الخمسة مجرور تأتي عنا أبي مؤنس، اسم من الأسماء الخمسة منصوب ذا مكانة. اعرب ما تحته خط قرر أبو لؤي مشاركته. قرر فعل، والفاعل أبو، فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ولؤي مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر، ومشاركة أتت فاعل منصوب علامة نصبه الفتحة. طب لماذا كتبت لم تكتب لما كتبت الهمزة على واو في الاسم لؤي؟ لأن ما قبلها مضموم والضمة أقوى من الفتحة. تدريب 7، 8، 9، 10 يترك لكم يا عاشر يا ثامن. استودعتكم الله ورعاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.